حمى، إسهال وألم متفرقة في الجسم، أعراض باتت مصالح استعجالات الأطفال تشخصها يومياً بالعشرات. تنقلنا إلى مستشفى رويبة بالعاصمة لمعرفة المزيد من التفاصيل. هي سي فغي في الأواخر هذوما الأيام الأخيرة شفنا بزاف حالات تاع الإسهال والقيء هذا. كاين لأطفال اللي عندهم الأعراض مع الحمى وكاين اللي بدون حمى. صافي كاين لي سورتو يعني الاطفال لا ترونش داج اونتر باغ اكزومبل 2 ans jusqu'à l'âge de 5 ans يجونا هكا في هاد الحالات. ويعني جينيرالمون يقول لك بني بعد ما راحوا للبحر هكذا. وكاين لي يزانكريمين شغل الماكله لاليمونطاسيون كسوا حاجه فاكهه ولا لي برودوي ليتيي. اختلفت الأعراض مع اختلاف الفئة العمرية، ليضاف إلى الحمى والإسهال ألم حاد في الرأس، ما جعل الأطباء يشكون أنها أولى أعراض كورونا. شوفي لا ترونش داج أول الفئة العمرية أونتخ 7 ans حتى 15 ans. دونك هادوك لي زونفون يجيو توجور عندهم أن بروبليم، سي هذاك الصداع الشديد. Ou des céphalées intenses avec tout un syndrome grippal, on dirait qu'on a fait septembre. Donc, il y a des cas où on a trouvé que les céphalées ils sont très intenses. Ils ne cèdent pas même avec des antalgiques et tout. Donc, on doit éliminer les autres causes de ces céphalées. On attend sous observation en attendant de voir. On a même fait des tests antigéniques pour confirmer est-ce que c'est une simple grippe ou là c'est un autre cas de Covid ou là. أعراض أثارت قلق الأطباء والأولياء، خاصة أن موسم الزكام قد مضى، في انتظار ما ستكشف عنه التقارير والتحاليل الطبية النهائية.